كان في هدف السنه دي ان احنا لازم نصعد المحله زي ما انت قلت كده، يعني تاريخ كبير واربع سنين في الدرجه الثانيه يعني كتير قوي. فكان هدفنا اللي احنا السنه دي اللي احنا عايزين نعمل حاجه نفرح الناس دي، لازم المحله ترجع تاني لمكانها الطبيعي. الحمد لله ربنا وفقنا في السنه ديت، مجهود طبعا منظومه كلها من اول مجلس الاداره للعيبه للجهاز الفني للجمهور، كل الناس كانت مسانده السنه دي مسانده كبيره جدا. الحمد لله ربنا وفقنا، وان شاء الله زي ما قلت كده برضو احنا الفتره قصيره جدا، بس احنا مرتبين الامور ان شاء الله، بنعمل مجموعه لعيبه معانا كويسه باقيه معانا من الموسم دوت، مع الاضافات ان شاء الله اللي هنجيبها السنه دي ان شاء الله، هنعمل تيم محترم يرجع هيبه غزل المحله ان شاء الله.